وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أشار السيد حسين البوسطة القائم بأعمال مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، أشار إلى أهمية إقامة مؤتمرات التجارة الإلكترونية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في تطوير قطاع التجارة الإلكترونية. بالنسبة لحد مؤتمر التجارة الإلكترونية، هو أحد مبادرات الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية، واللي هي تهدف إلى خلق بيئة متكاملة للتجارة الإلكترونية. ويعد هذا المؤتمر فرصة مميزة حق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتبادل الخبرات والتعرف على أحدث التجارب والحلول والتطبيقات الناجحة محليا في مجال التجارة الإلكترونية والتحول الرقمي، كما يهدف إلى الاستفادة من محاور الحلقات النقاشية المقدمة واللي تتم طرحها خلال هذا المؤتمر. صاحب هذا المؤتمر معرض مصغر للشركات والمؤسسات التجارية ذات العلاقة لعرض أبرز المشاريع والحلول الإلكترونية المتوفرة وتوفير باقات وعروض حصرية وخدمات مخصصة لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.